خدمة خرائط جوجل تتطور بشكل كبير مع مرور الأيام، وشوية الخدمات اللي ممكن تقدمها. رح نشوف تفاصيل هذا الموضوع بعد مشاهدة التقرير. خرائط جوجل أو ما يعرف بجوجل مابس هي أكثر من مجرد تطبيق للخرائط أو الملاحة. الخدمة اللي عم يستخدمها أكثر من مليار شخص حول العالم، واللي حالياً بتدعم 39 لغة، صارت جزء من حياة كتير من الناس. والسبب هو إنه الخدمة عم تتطور بشكل كبير، وعم تقدم يوم بعد يوم معلومات أكثر من مجرد خرائط. الخدمة كتير عملية وفعالة بالحياة، بس رح نحكي اليوم عن ثلاث ميزات رئيسية. أولها خدمة ترافيك، اللي بتقدم معلومات دقيقة عن حالة الطرق ودرجة الازدحام والوقت المتوقع للوصول للوجهة، طبعاً بالإضافة لمعلومات عن وجود حوادث أو عمليات الإصلاح بالطرق. هاي الخدمة متاحة بكثير من دول العالم، وبيتم الحصول على معلومات الطرق بالتعاون مع شركات الاتصال الخلوية والحكومات المحلية. الخدمة الثانية هي خدمة ستريت فيو، اللي من خلالها ممكن تشوف الشوارع كأنك ماشي فيها. الخدمة اللي تطورت من 2007 تاريخ الإعلان عنها، واللي بدأ بتصوير صور عادية للشوارع حتى وصل ب 2015 لتصوير الشوارع بتقنية 360 درجة، وصار بإمكاننا نشوف الشوارع بما يعرف بالواقع الافتراضي. الخدمة الثالثة هي برنامج جوجل لوكال جايد، أو المرشد المحلي، اللي بيسمح لجميع مستخدمي خدمات جوجل بوضع معلومات عن الأماكن اللي بيزوروها من خلال إضافة تقييم أو وضع صورة أو تسمية المكان، أو حتى الإجابة عن استفسارات المستخدمين الآخرين. برنامج لوكال جايد بيسمح لشركة جوجل تستفيد من المعلومات اللي بيشاركها جميع المستخدمين، واللي معروف باسم كراود سورسينج، أو جعل الجمهور هو مصدر للمعلومة. طبعاً كل هالخدمات من شركة جوجل مجانية، بس لا تنسى أنك أنت كمان عم تساعد جوجل من خلال تقديم المعلومات الكبيرة للشركة اللي بدورها عم تستخدمها بمصدر الدخل الرئيسي لشركة جوجل، واللي هو الإعلانات الرقمية. مشاهدينا، لا نحكي أكثر عن الموضوع. انضمنا بالاستديو زميلنا المهندس ماجد غريب. مساء الخير مساء النور يا أهلا. أهلا وسهلا فيك ماجد. كيف ممكن نعرف حالة الطرق بهاي الميزة، أو نتعرف على الطرق بهاي الميزة؟ طبعا هي جوجل مابس مثل الكل بيعرف إنه هي بدأت كبرنامج خرائط، لكن تطور بشكل كتير كبير. صحيح. وهن أول من سوا خدمة الترافيك اللي معروفة باسم أو الازدحام، اللي بتفرجينا حالة الطريق. نعم. طبعا هاي الخدمة بلشت ب 2004 تقريبا، بدأت الشركة فيها وأعلنت عنها ب 2007. استخدمتها يعني قدرت تعرف الطريق من خلال موبايلات الناس، إنه كل واحد معه موبايل وماشي بالطريق، فهو بالنسبة لجوجل مصدر لمعروف إنه هل في حدا بهذا الطريق ولا لا. فمن خلال قياس عدد الناس اللي موجودين بالطريق بيقدروا يعرفوا حالة الطريق هل هي مزدحمة، حتى التنقل، حتى المسافة اللي بيقطعوها بتعرف إنه قديش السرعة الطريق. تمام. فهذا الشيء كان ثورة صراحة بعالم النافيجيشن أو الملاحة. صحيح. إنه أنت تعرف حتى قديش بدك وقت لتوصل للوجهة اللي أنت رايح عليها. وهذا الشيء طبعا كتير صار مفيد، صار ما عاد فيه الواحد يقول والله ما بعرف قديش بدي لوصل لعندك، وكاتب لك في الدقيقة أو بالساعة لأنه بدي ساعة يعني. طيب هالخدمة موجودة بسوريا حاليا؟ سوريا طبعا مو موجودة، لأنه هي بتتطلب تعاون بين شركة جوجل وشركات الاتصالات. يعني جوجل نفسها لحالها ما بتقدر تاخد هاي المعلومات، لازم تتعاون مع شركات المزودة لخدمة الاتصالات الخلوية لتاخد منها معلومات المستخدمين أو عدد الموبايلات. نعم. فهي في كتير دول مو بس سوريا، يعني محظور عنا التعامل مع الشركات الأمريكية، بتعرفوا السبب يعني. نعم. فلهيك مو موجودة بسوريا. طيب خدمة تماما تفضل المرشد المحلي. نحن بخصوصي بفقرة التكنولوجيا بكون عنا ضخ أسئلة كتير بنحب نعرف. المرشد المحلي شو ممكن نستفاد منه؟ هلأ المرشد المحلي أو اللوكال جايد هي خدمة أطلقتها مؤخرا شركة جوجل. كان اسمها سابقا أنه كاستوم ماب، انه الواحد هو يرسم خريطته للمنطقة إذا ما قدرت جوجل تعرف الشوارع من وين. فهي الخدمة بلشت
هي معروفة باسم الكراود سورسينج، اللي هي إنه جوجل تعرف المعلومات من الناس. نعم. يعني ما هي جوجل ما بتبعت حدا ولا تسأل إنه شو اسم المحل اللي هون أو هذا الشارع لوين بيروح. فهي الخدمة لما أطلقوها بلشوا يعرفوا معلومات من الناس عن أماكن الأماكن، حتى يعني زاد الموضوع انه صاروا يقيموا الناس الاماكن. يعني فرضا لو رحت على مطعم واكلت وعجبك الاكل، فبيسالك جوجل شلون لقيت الاكل، هل شو نوع الاكل اللي موجود بالمطعم، هل ممكن اصطحاب الاطفال، هل يوجد ساعات الدوام بالمطعم، ايمتى بيفتح، هل بيسكر بالويكند مثلا. كل هاي التفاصيل بيسالها جوجل، بيعرف منك المعلومات وبياخذها وبيخزنها بقاعده بيانات كثير ضخمه صارت عن كل دول العالم، فصار هو مرشد سياحي عمليا. طيب جوجل ما بيتاكد من المعلومه اللي عم يعطيها المرشد؟ يعني انا مثلا مره بالغلط ضغطت على انه هذا المكان مغلق، تمام، هو كان ما مغلق، وحاولت اني اتراجع ما قدرت. اكيد هي الكراود سورسينج ما مقصود فيها انه شخص واحد بيعطي المعلومه، كل الاشخاص بيساهموا، هن بياخذوا المعلومات وبيقيموها بناء على تقاطع المعلومات بين شخص. اكثر من شخص وعلى اساسها بيطلع التقييم. يعني حتى التقييم هو كمثال، يعني موضوع التقييم انه مو شخص واحد بيقيم الاكل، ممكن واحد بيكره المطعم فبيحط انه صفر. يعني صحيح. واحيانا يمكن بيطلب منا يمكن تقييم المكان من دون ما نكون نحن اصلا محددين الموقع. صحيح. وقصه ثانيه كمان كثير بحب استفسر عنها، بحس انه كثير هاي دخول بالخصوصيه، موضوع انه بهذا الوقت مثلا انا بصحى بروح على مكان العمل بيعطيني انه هلا لازم بدك كذا وقت لحتى توصلي من دون تحديد اي موقع، هاي كيف؟ يمكن اعتياد انه انت بتنطلق من هذا المكان الى هذا المكان كل يوم. هلا هو رح نخصص حلقه خاصه بهذا الموضوع، هي بسموها الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصنعي اللي عم يستخدمه جوجل بتقييم عادات الناس واستخدامه بهيك حاله، انه بيعرف وقت الدوام تبعك، انه انت بتطلع عاده، لانه بيعرف مكانك، بيعرف انه منين بتطلع ولوين بتروح عاده، فبصير بيعرف مباشره انه انت دوامك الساعه كذا وبدك وقت معين، فبيعطيك تنبيه انه انت اليوم رح تتاخر على الشغل او باقي مثلا 15 دقيقه لاخر باص، او في حواليك زحمه هلا، فانت اذا بتروح بالعاده فهلا زحمه انتبه للطريق، او في ازدحام. حتى هلا موضوع انه ضافوا في بعض الدول طبعا اذا في اعمال طرق معينه بيقولوا انه خذ طريق بديل لانه هون في اعمال طرق او في حادث حتى بيتكرر. طيب تماما، ستريت فيو شو هي الخدمه؟ هلا ستريت فيو هي واحدة من الأشياء اللي أنا بعتبرها كتير فظيعة بجوجل، يعني بلشت بأنه ياخد صور للأماكن. نعم. طبعا احنا مثل مو متعودين لأي واحد بيروح على مكان جديد على بلد جديدة بيصير بده يسأل منين يروح، شلون الطريق، بده يتعرف، أو ضاع بالحارة ما عرف المكان. فستريت فيو عمليا كأنك قاعد بالشارع فبتشوف الطريق كما هو يعني. نعم. فهي الخدمة سوتها جوجل كمان بال2007 تقريبا، لكن طورتها بشكل كبير، هي بتعطي صورة دقيقة فعلا، طورتها بشكل كتير كبير ب 2015 من خلال كاميرات عالية الجودة بتقنية 360 درجة. طيب اللي هي سيارة بيحطوا عليها هاي الكاميرا وبتمشي السيارة بالشارع بتصور الشارع كامل من كل الجهات وبيصور كل الشارع، فأنت عمليا كأنك راكب بهي السيارة وشايف الحارة، فيك تروح يمين. طيب ما في تعدي على خصوصية المستخدم بهالحالة انه انا مثلا ماشي بهالطريق بيطلع؟ صحيح جوجل. صحيح، هي واحدة من الشغلات اللي مباشرة عالجوها جوجل من خلال كمان نظام تلقائي لتشفير الوجوه، يعني أي شخص طالع بالصورة مباشرة بيطلع إنه بسموها إنه تغبيش على الصورة، حتى الأرقام السيارات اللي هي كانت أكثر شيء بيتعدى على الخصوصية، إنه رقم سيارة. صحيح. ممكن فيك شغلات هلا عشان ما يستخدمون الناس بامور لا حتى ممكن واحد انه سيارته ما حدا بيحب يعرف انه وين مكانها، ممكن اشياء كمان ما عاد في شيء مخبى، ما عاد في شيء للامن اكثر. بدنا نشكرك ماجد غريب على المعلومات اللي اعطيتنا. شكرا ليلى. شكرا ماجد، شكرا لوجودك معنا. مكملين معكم مشاهدينا فعاليات سوريين مختلف الاماكن بروزنامه.
مشاهدينا انتظرونا بشوط إضافي بعد الفاصل.